بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية ومع هذه الفقرة من جريدة ليبراسيون على صفحتها الإلكترونية. إذن كما نرى في العنوان ميشيل باشلي لا بانديمي مي با زان شيك اون بلون بور بافوي لي دروز هومان. لا بانديمي يعني الجائحة مي با زان شيك اون بلون ليست شيكا على بياض بور بافوي لي دروز هومان للتلاعب بحقوق الإنسان. لي دروز هومان كما نقول الحقوق الإنسانية. إذن عندنا ميشيل باشلي لا بانديمي مي با زان شيك اون بلون. إذن الجائحة ليست شيكا على بياض. لا بانديمي دو كورونا فيروس. إذن جائحة فيروس كورونا نو دوا با إتخ أن شيك أون بلون. لا يجب أن تكون شيكا على بياض بوغ بافوي لي دغواز هومان للتلاعب بحقوق الإنسانية كما نقول. أأفيرتي عندنا الفارب أفيرتيغ يعني حذر. أأفيرتي يعني أنها حذرت أو حذر. في حالة نومة لا هوت كوميسار دولوني أأفيرتي. إذن كما نقول المفوضية السامية للأمم المتحدة حذرت لا هوت كوميسار دولوني أو دغوا دولون أأفيرتي. إذن هنا سبقنا الفعل على الفاعل كما نقول أأفيرتي جودي يعني أن حذرت يوم الخميس لا هوت كوميسار دولوني يعني المفوضية السامية للأمم المتحدة ودغوا دولون لحقوق الإنسان. كريتيكون لبوفوار إليميتي يعني أن منتقدة عدنا الفارب كريتيكي ومنها لو كريتيك. كريتيكي المقصود بانتقد. كريتيكون يعني منتقدة يعني وهي تقوم بفعل منتقدة في نفس الوقت تنتقد. إذا طبعا هي قالت لا بانديمي دو كورونا فيروس نو دو با إتخ أن شيك أون بلون بو بافوي لي دغواز هومان a averti jeudi la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme critiquant. يعني وهي تقول هذا الكلام منتقدة يعني في نفس الوقت تنتقد. critiquant les pouvoirs illimités adoptés par certains pays. إذا منتقدة les pouvoirs illimités. منتقدة السلطات الغير المحدودة. طبعا تنعرفوا بأن pouvoir هو فعل استطاعة. طبعا le pouvoir المقصود به في حالات أخرى القدرة. نقول مثلا لو بوفوار داشا. لو بوفوار داشا يعني القدرة الشرائية كما نقول قدرة الشراء. إذا المقصود بالقدرة الشرائية لو بوفوار داشا. ثم ممكن أن لو بوفوار تعني السلطة. كريتيكون لو بوفوار إليميتي منتقدة السلطات الغير محدودة. يعني في الأصل كل دولة خاصة تكون عندها سلطات محدودة. شكون اللي تحددها؟ تحددها القانون. اذا كل دوله خاص يكون عندها سلطات محدوده. شكون اللي تحددها؟ تحددها القانون كما في الدول الديمقراطيه. تنتكلموا في هذه الحاله على لي بوفوار ليميتي. تنتكلموا على السلطات المحدوده. لكن هنا هي تنتقد لي بوفوار ليميتي. تنتقد السلطات الغير محدوده. ليميتي المقصود بها محدوده. ليميتي غير محدودة. أدوبتي طبعا نتكلم على هذا. أدوبتي أدوبتي يعني تبنى. ممكن أن أسرة تتبنى طفلا. إن فامي أدوبت أن أنفون يعني ممكن أن عائلة تتبنى طفلا. لكن في الحالة اللي عندنا هنا وهي كما نقول معنوية نتكلم عن دول تتبنى أسلوب سلطة. أدوبتي بار سارتان بيي. إذا نتكلم عن سلطات غير محدودة adopté par certains pays يعني متبنات. نتكلم على السلطات نقول عنها adopté نصفها بأنها adopté بأنها متبنات par certains pays ببعض الدول. des mesures d'urgence pourraient être nécessaires. des mesures d'urgence تنتكلم مثلا على فعل mesurer. le verbe mesurer المقصود بأنك تقيس مسافة أو طول. mesurer يعني أنك تقيس مسافة أو طول. نتكلم عن لي ميزور كما نقول قياسات. ولكن هنا عنده واحد المعنى معنوي اللي هو التدابير والإجراءات. فهذه التدابير وهذه الإجراءات اللي تتخذ الدول هي في حد ذاتها كما لو أنها قياسات. قياسات حتى تتصدى لواحد الوباء كما في حالتنا هنا. إذا نتكلم عن دي ميزور دي أورجونس
عندما نتكلم هنا عن إجراءات كما نقول بأنها طارئة مستعجلة وضرورية دي ميزور ديرجونس بوغ إتر نيسيسير ضرورية. إذا نتكلم عن إجراءات طارئة دي ميزور ديرجونس بوغي عندنا الفا بوفوار يعني استطاع أو أمكن. إذا نتكلم عن دي ميزور ديرجونس بوغي إتر إذا نتكلم عن إجراءات ضرورية أو إجراءات مستعجلة أو إجراءات طارئة بوغي يعني يمكنها إتر أن تكون pour répondre à cette urgence de santé publique الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة. إذا نتكلم عن حالة طوارئ أما تشمل العالم ككل إذا أخذت الدولة بعض إجراءات طارئة لمواجهة الوباء فهذه الأمور فهي ضرورية. Mais une situation d'urgence n'est pas un chèque en blanc. ولكن حالة الطوارئ n'est pas un chèque en blanc. ليست شيكا على بياض. Pour ignorer les obligations en matière de droit humain. لكي نتجاهل les obligations كما نقول الواجبات أو التزامات. التزامات ماذا؟ En matière de droit humain. في مادة حقوق الإنسان. إذن طبعا الدول كلها متفقة ومتعاهدة على تطبيق بنود حقوق الإنسان. فإذا كانت الجائحة طبعا تلزم ببعض الحزم وتلزم بإجراءات كالحجر الصحي إلى آخره فهذا لا يعني بأنها شيكا على بياض لتتجاوز وتتجاهل بعض الدول هاد حقوق الإنسان. أديكلاري ميشيل باشلي يعني ذكرت ميشيل باشلي à l'occasion d'une réunion virtuelle إذن à l'occasion يعني بمناسبة إذن هي ذكرت هذا الكلام بمناسبة في إطار أديكلاري ميشيل باشلي à l'occasion d'une réunion virtuelle إذن هي ذكرت هذا بمناسبة اجتماع افتراضي à l'occasion بمناسبة d'une réunion بمناسبة اجتماع فيرتوال افتراضي يعني أنها اجتمعت مع أشخاص آخرين مسؤولين ولكن عن بعد يعني اجتمعوا فقط بواسطة وسائل اتصال يعني أنهم لم يجلسوا في اجتماع على نفس الطاولة بل كل شخص بحكم الحجر الصحي الموجود حاليا فكل شخص كان يجلس مثلا بمنزله ويتصل مع الآخرين عن طريق وسائل اتصال. هذا يسمى اجتماع افتراضي. إذا نتكلم عن عينيو فيرتيال لا بخومير دو سون استواغ الأول في تاريخه. إذا نتكلم هنا عن اجتماع حصل لأول مرة بهذه الطريقة عن بعد في تاريخه. لم يسبق لمسؤولين من الأمم المتحدة مثلا أن يجتمعوا فيما بينهم عن بعد. إذا نتكلم عن à l'occasion d'une réunion virtuelle du Conseil des droits de l'homme à Genève بمناسبة اجتماع افتراضي du Conseil des droits de l'homme لمجلس حقوق الإنسان à Genève بجنيف. ثم les mesures d'urgence doivent être nécessaires et proportionnées. إذا les mesures d'urgence إذا كما قلنا الإجراءات الضرورية أو اللازمة كما نقول أو المستعجلة يجب أن تكون نسسر ضرورية ومتناسبة. طبعا إذا كان واحد البلاصة فيها الناس كتار طبعا غتكون هاد الإجراءات شيئا ما مشددة طبعا على حسب خطورة كل مكان. تتخذ إجراءات متناسبة أبيلاجوتي يعني أنها أضافت المقصود بأن أضافت قائلة لي ميزور ديورجانس دواف إتر نسسر إي بروبورسيوني يعني أن الإجراءات المستعجلة الطارئة دوافات خنسسير يجب أن تكون ضرورية وبروبورسيوني ومتناسبة أبلاجوتي يعني أن أضافت سوديزان قائلة profondément préoccupée par l'adoption par certains pays de pouvoir d'urgence illimité سوديزان قائلة profondément préoccupée par l'adoption par certains pays de pouvoir d'urgence illimité profondément يعني بشكل عميق أو بعمق préoccupé يعني منشغلة المقصود قلقة profondément préoccupé le verbe préoccupé المقصود بأنك تشغل أشغل البال
أو أقلق بدل أن تقول je suis préoccupé profondément. أنا قلقة أو منشغلة profondément يعني بشكل عميق. هي ماذا قلت؟ قلت profondément يعني بشكل عميق. préoccupé منشغلة. سبقات هذا profondément باش تعطي واحد القيمة. باش السامع يسمع profondément هي الأولى تكون هذه الكلمة عندها قيمة. وبالتالي يحس بهذا الإحساس بشكل عميق. préoccupé منشغلة البال كما نقول المقصود أنها قلقة. par l'adoption قبل قليل رأينا لو فيرب adopté. adopté يعني تبنى. تبنى طفلا أو تبنى منهجية في التعامل كما عندنا هنا. إذا ما تكلمنا على الادوبسيون يعني التبني. إذا هي منشغلة بهذا التبني profondément préoccupé par l'adoption يعني بشكل عميق منشغلة البال أو قلقة par l'adoption بالتبني par certains pays de pouvoir. أنا منشغلة بتبني بعض الدول de pouvoir d'urgence illimité يعني أنا منشغلة بشكل عميق بتبني بعض الدول لسلطات الطوارئ الغير محدودة. المقصود بأن بعض الدول اتخذت أسلوب سلطة فضل الطوارئ الصحية الحالية illimité غير محدودة. ثم عندنا فصل بانديمي. إذن فصل المقصود بوجه أو وجهة. طبعا هنا ما عندناش فاس، عندنا فاس ألا. إذن فاس ألا بانديمي في مواجهة الجائحة كيف بخي دو سون ميل مور التي فعلت كما نقول قرب 100,000 قتيل. المقصود هنا التي أودت بحوالي 100,000 قتيل. إذن فاس ألا بانديمي في مواجهة الجائحة والوباء كيف بخي دو سون مور كما نقول هنا الذي فعل حوالي 100,000 قتيل. المقصود الذي أودى بحوالي 100,000 قتيل dans le monde, في العالم. depuis son apparition en décembre en Chine, depuis son apparition en décembre en Chine, يعني منذ ظهوره في ديسمبر في الصين في مواجهة الوباء الذي أودى بحوالي 100,000 شخص dans le monde, في العالم. منذ ظهوره يعني هذا العدد هو منذ ظهور هذا الوباء في شهر 12 من السنة الماضية. إذن في ديسمبر en Chine, في الصين. إذن face à la pandémie qui a fait près de son mort dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, de très nombreux pays ont pris des mesures extraordinaires. De très nombreux. إذن نتكلم عن أعداد كبيرة. Très nombreux pays. كما نقول هنا بلدان جد متعددة. المقصود دول كثيرة. المقصود دول كثيرة. De très nombreux pays. كما نقول كما قلنا دول جد متعددة. ont pris, عندنا لفظ prendre, le passé composé, يعني ont pris, يعني انهم اخذوا, des mesures extraordinaires, يعني انهم اخذوا اجراءات غير معتادة, يعني المقصود بها, اتخذت اجراءات استثنائية, ont pris des mesures exceptionnelles, كما نقول بانهم اتخذوا اجراءات استثنائية, comme en Hongrie, كما في المجر, au le plein pouvoir, حيث السلطات, كما نقول هنا الممتلئ, المقصود, كل السلطات أو لي بلان بوفوار يعني حيث السلطات كلها حيث السلطات كاملة كونت تي أكوردي يعني أن سلمت ومنحت أو بخومي مينيستر للوزير الأول فيكتور أوربان سلمت لهاد الوزير الأول بوغ ليجيفيغي من أجل تشريع باغ أوردونونس بواسطة مراسيم أو بواسطة قوانين باغ أوردونونس دون لو كادا دان ميطا ديرجونس في إطار حالة الطوارئ أدوري أنديتيرميني. إذا نقول عن هذه الحالة بأنها أدوري أنديتيرميني يعني أنها ذات وقت ذات مدة أنديتيرميني غير محددة. أنديتيرميني غير محددة. نحن لا نعلم كم ستدوم هذه المدة. نتكلم عن مدة الطوارئ الحالية وربما تطول وبالتالي فإن هذا الشخص سيبقى يشرع كيف يشاء ما دامت أن كل السلطات وضعت تحت تصرفه. إذا فصل بانديمي كيف بخي دو سون مور دون الموند دوبوي سون أباريسيون ديسمبر أون شين دو تخي نوبغ بيي أون بخي دي ميزور إكستراوردينار كوم أون أونغري
ont les pleins pouvoirs ont été accordés au Premier ministre Viktor Orban pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée. Dans certains cas, في بعض الحالات, l'épidémie est utilisée pour justifier pour justifier من أجل تبرير des changements répressifs. من أجل تبرير تغييرات répressives كما نقول قمعية. Dans certains cas, في بعض الحالات, l'épidémie est utilisée pour justifier des changements répressifs. Et dans l'épidémie, هذا الوباء est utilisé, يعني أنه استعمل pour justifier des changements من أجل تبرير تغييرات. نتكلم على الوباء changer, يعني غيره. Changement, تغييرات. Répressif. Et donc, nous avons un changement répressif. Comment on appelle tagirat qam'iyya? De la législation ordinaire. De la législation ordinaire. L'itchri'at al-adiyya al-mu'tada. Tab, en fait, d'ouel, kanat fi'a qawanim, tahfad, matalan, ba'd karamat, al-mu'atin. Et donc, l'an tuttakhad al-hala tari'a, kadari'a, min ajl qada al-had, التشريعات القديمة التي تحفظ كرامة المواطن مثلا. إذا دون سارتان كا في بعض الحالات لابيديمي إذا نتكلم عن الجائحة أو الوباء اتيتيليزي يعني أنه استعمل نتكلم عن لفاب اتيتيليزي لفاب اتيتيليزي يعني استعمال هنا نتكلم عن هذا لابيديمي بأنها تستعمل لابيديمي اتيتيليزي pour justifier من أجل تبرير des changements répressifs من أجل تبرير تحولات وتغييرات قمعية. قمعية لماذا؟ دو لا ليجيسلاسيون اوردينير. قمعية للتشريعات المعتادة العادية. كي غيستخون اون فيغور. إذا نتكلم عن هاد لي شونجمون. عن هاد التغييرات. كي غيستخون الذين سيبقون. إذا نتكلم عن التغييرات بأنها ستبقى. اون فيغور. مستمرة. لونتون لمدة أطول. كلمة فيغور تعني فورس فيزيك. تعني قوة جسمية أو بفهمتي دو ستيل أو نتكلم عن أسلوب قوي أو في بأس نتكلم عن فهمتي دو ستيل إذا نتكلم عن كما نقول بأس في أسلوب أو حزم في أسلوب فيغور ممكن أن يعني هذا الأمر إذا نتكلم عن قوة في الجسم أو القوة في الأسلوب تسمى لا فيغور طبعا هنا عندنا أون فيغور هذه طبعا عبارة تقال هكذا مقصود بها معمول به أوميزاج يعني أنه مستعملا كما نقول يعني معمول به أونفيغور إذا عبارة أونفيغور مقصود بها أوميزاج يعني معمولا به كي غيستخون أونفيغور التي ستبقى نتكلم عن لي شونجمون تغييرات اللي بدات بعض الدول بحجة أننا نريد مواجهة هاد الجائحة إذا هاد التغييرات ستبقى معمولا بها لونطون لمدة أطول حتى ولو مشات الجائحة غتبقى هاد التغييرات أبخي لافان دو لورجونس يعني بعد نهاية الطوارئ ستانكيتي يعني أنها تعبر عن قلقها مدام باشلي ستانكيتي كما نقول تقلق المقصود بمعنى آخر أنها تعبر عن قلقها مدام باشلي السيدة باشلي sont toutefois mentionnés de pays. مع أنها نددت وعبرت عن قلقها مع ذلك sont mentionnés بدون أن تذكر de pays بدون أن تذكر بلدا إذن sont toutefois بدون مع ذلك أن تذكر بلدا فرغم أنها عبرت عن قلقها وعن انزعاجها وعن تخوفها إلى آخره فإنها مع ذلك لم تذكر بلدا sont toutefois mentionnés de pays بدون أن تذكر بلدا مع ذلك. Elle s'est également dit préoccupée par les mesures prises dans certains cas pour limiter la liberté des médias et la liberté d'expression, craignant que la prétendue lutte contre la désinformation risque d'être utilisée pour faire taire les critiques. Et donc, elle s'est également dit, يعني أنها قالت أيضا. Elle s'est également dit, يعني أنها قالت أيضا. Préoccupée, يعني أنها قلقة أو كما نقول مشغولة البال. par les mesures prises بالإجراءات المأخوذة نتكلم على الـ prendre
هنا عندنا لي ميزور ناصفه بانها بريز يعني انها ماخوذه بار لي ميزور بريز دون سيرتان كا في بعض الحالات بور ليميتي لا ليبرتي دي ميديا بور ليميتي لا ليبرتي دي ميديا من اجل الحد من حريه وسائل الاعلام. طبعا لي ميديا مقصود بها وسائل الاعلام مثل الصحف والتلفازه والقنوات مثلا على اليوتيوب او على منصات اخرى. السيت غارمونديت يعني انها قالت ايضا بريوكيبي بار لي ميزور بريز يعني انها مشغوله البال بالاجراءات الماخوذه دون سيرتان كا في بعض الحالات بور ليميتي لا ليبرتي دي ميديا من اجل الحد طبعا كما نقول هنا من اجل حد حريات وسائل الاعلام. المقصود في بعض الحالات هناك اجراءات اتخذت من اجل الحد من حريات وسائل الاعلام. لا ليبرتي ديكسبريسيون لا ليبرتي ديكسبريسيون ثم من اجل الحد من حريات التعبير. خانيه يعني خائفه نتكلم هنا عن لوفار كخاندا هنا لوفار كخاندا عندنا فعل خشيه اذا كخانيه كما نقول خائفه كولا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون اذا خائفه من لا بريتوندو ليت اذا نصف هاد ليت بانها بريتوندو عندها علاقه بفعل ليتي ليتي يعني انك تحارب لا ليت المقصود بها الحرب. عندما نقول لا ليت كونتر لا ديزانفورماسيون لا ليت كونتر لا ديزانفورماسيون المقصود بها الحرب ضد التضليل. نتكلم عن لانفورماسيون المقصود بها اكسيون دانفورمي او دو سانفورمي. اذا نتكلم عن عمليه انك تخبر او تخبر يعني انك تاخذ اخبار او تعطي اخبار. اذا نتكلم عن انفورماسيون او بيان نتكلم عن رونسينيومون نتكلم عن المعلومات. لانفورماسيون هي عمليه ان تاخذ اخبارا او تعطي اخبارا او نتكلم الاخبار في حد ذاتها التي تعطيها او تاخذها. اذا نتكلم عن رونسينيومون او بيان نوفيل نوفيل نتكلم عن الاخبار الجديده. هنا نتحدث عن ديزانفورماسيون كما نتكلم عن ضد هذه الاخبار بما معناه اننا نتحدث عن اخبار مغلوطه. لا ليت كونتر لا ديزانفورماسيون يعني الحرب ضد التضليل. هنا عندنا بريتوندو بريتوندو المقصود بها سيبوزي كما نقول مفترض او بيان بريزومي بريزومي لوفار بريزومي المقصود به يفترض او يخمن يعني انك تخمن حدوث شيء مع انه لم يحدث ممكن انه يحدث وممكن ان لا يحدث. اذا بريتوندو المقصود بها سيبوزي يعني انه مفترض بريزومي يعني انه مفترض او مخمن مانسيور يعني انه ليس مؤكدا ولكن مانسيور ليس مؤكدا. اذا عندما نتكلم عن لا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون مقصود بها الحرب ضد التضليل المزعومه لا بريتوندو يعني انها فقط مزعومه غير مؤكد منها. اذا نتكلم عن لا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون بور ليميتي لا ليبرتي دي ميديا من اجل الحد من حريات وسائل الاعلام اي لا ليبرتي ديكسبريسيون ومن اجل الحد من حريه التعبير. كخانيه خائفه كولا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون خائفة من الحرب المزعومة ضد التضليل. ريسك ديتر اتيليزي بور فار بير لي كريتيك ريسك سي لا فار ريسكي يعني خطرة كما نقول هنا بأنها توشيك ولكن من الجانب السلبي كما نقول. إذا كخانيو كولا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون خائفة بأن الحرب المزعومة ضد التضليل ريسك ديتر اتيليزي كما نقول توشك ان تكون مستعمله يعني تخاطر بان تكون مستعمله. كخانيو كولا بريتوندو ليت كونتر لا ديزانفورماسيون ريسك ديتر اتيليزي بور فار بير لي كريتيك اذا هذه الحرب المزعومه على التضليل اذا هي تخاطر كما نقول بان توشك ديتر اتيليزي توشك ان تكون مستعمله بور فار بير
من أجل العمل على إسكات الكريتيك، من أجل العمل على إسكات الانتقادات. دون سارتان بي، في بعض الدول nous avons déjà vu رأينا من قبل des rapports faisant état de journalistes، رأينا تقارير faisant état كما نقول عاملة حالة، المقصود بأنها تحدث وتعطي أخبارا عن. إذا نتكلم هنا عن des rapports faisant état de journalistes pénalisés، إذا نتكلم عن تقارير أنها تخبر كما رأينا الآن faisant état يعني أنها تفعل حالة، بمعنى آخر أنها تخبر، تخبر عن ماذا؟ دو جورناليست، تخبر عن صحفيين بيناليزي يعني أنهم عوقبوا بوغ أفوار في، بوغ أفوار في. لماذا عوقب الصحفيين؟ إذا بيناليزي بوغ أفوار في إعطاء دمونك دو ماسك. إذا نتكلم عن الصحفيين بأنهم عوقبوا لأنهم أخبروا بنقصان الكمامات. دون سيغتان بيي nous avons déjà vu des rapports faisant état de journalistes pénalisés pour avoir fait état d'un manque de masques. إذا نتكلم عن تقارير التي أخبرت عن صحفيين عوقبوا لأنهم أخبروا عن خصاص في عدد الكمامات. دو بروفيسيونيل دو لا سونتي، ثم أن التقارير أخبرت عن مهني الصحة. دو بروفيسيونيل دو لا سونتي المقصود بها هنا دي رابور فازون إيطا دو بروفيسيونيل دو لا سونتي. إذا نتكلم عن تقارير أيضا أنها أخبرت عن مهني الصحة ريبريموندي، ريبريموندي يعني أنه مبلغو، نتكلم عن لو فيرب ريبريموندي، دو بروفيسيونيل دو لا سونتي ريبريموندي. ورأينا تقارير أنها كتبت عن مهني الصحة ريبريموندي يعني أنهم وبخوا بوغ أفوار دي، لأنهم قالوا كيل مانكي دو مويان دو بروتيكسيون، لأنهم قالوا بأن تنقصهم وسائل الوقاية. أدوجون أوردينيغ، ورأينا تقارير تكتب عن أشخاص عاديين، هنا عندنا أدوجون أوردينيغ المقصود بها nous avons déjà vu des rapports faisant état d'agents ordinaires، يعني أننا رأينا تقارير تكتب عن أشخاص عاديين. أغطي يعني أنهم أوقفوا pour avoir publié، لأنهم نشروا دي ميساج دو لا بانديمي، لأنهم نشروا رسائل حول الجائحة سوغ لي غازو سوسيو على شبكات التواصل الاجتماعي. قاتل دينونسي يعني أنها انتقدت، المقصود بأنها انتقدت بالطريقة التي رأينا، حيث تنتقد مثلا عقوبة الصحفيين، وتنتقد توبيخ المهنيين الصحيين، وتنتقد إيقاف الأشخاص العاديين الذين يتحدثون عن الوباء. أطال دنونسي يعني أنها انتقدت. رابلونكو مذكرة بأن لا كريتيك نيباز ان كريم، يعني أن الانتقاد ليس جريمة. إذا عندما ينتقد الشخص الأوضاع الموجودة والمعاشة فهذه ليست جريمة ولا تدخل في التضليل. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.